لو حبينا أعرف منك بطلات أحسن في قدوس، هل هم صور، أنماط، نماذج، حالات؟ والله تقدر تقول عليهم صور وأنماط ونماذج وحالات يعني. لأن هو ما بيختصش بنوعية معينة يعني. ما تيجي نطبق ده عليك. طب أقول لحضرتك يعني، أنا مثلا عملت له تالت فيلم ليا كان أبي فوق الشجرة، اللي هو طبعا أنا بعتبره فتحة خير زي ما بيقولوا. تمام. وكنت بعمل البنت الغلبانة اللي بتحب وبحب المرحوم عبد الحليم. تمام. ولكن كنت بحبه بطريقتي انا، ان انا عايزاه احبه في وسط شله. نعم. باستمرار يعني. فهو بعد عني وانجرف في طيار السهر مع الشله الفاسده. فدي البنت الرومانسيه اللي فضلت مستنياه وبتحبه، فده نموذج برضو. وقبلته لما رجع لها. تمام. ده نموذج. عملت فيلم اسمه غابه من السيقان. تمام. كان اخراج الاستاذ حسام الدين مصطفى، كان في الاستاذ محمود ياسين ومدام كان ايه النمط؟ هي كانت زوجه جوزها كان مشغول عنها باستمرار بسفريات، وكان عندها فراغ رهيب جدا. كانت كنت انت الزوجه؟ كنت انا الزوجه. يعني الزوج ما كانش شخصيه مهمه في في الروايه يعني. فبتفتعل، بتعمل زي رهان مع اصحابها، وبتفتعل على ما اتذكر ان محمود ياسين كان عنده مكتب محاماه، فبتفتعل قضيه وبتروح تكلمه فيها. بتسلي نفسها يعني؟ بتسلي نفسها. فبتحبه في الاخر. فده برضه نموذج يعني. نموذج. تمام. تقول عليه غلط. انما هي برضه نموذج. الشخصيه الثالثه. كانت في انف وثلاث عيون. تمام. كنت واخده دور شخصيه مين؟ كنت العين الثالثه اللي هي كان اسمها رباب اعتقد. على ما ايه النمط بتاعها؟ دي كانت بنت هيبية متحررة، بترقص بتشرب، وعلى طول حاطة مكياج غريب قوي في وشها وحاجات ترتر في عينيها، وبتلبس ملابس غريبة جدا. كان نموذج غريب عليا انا جدا حتى وانا بعمله يعني. استاذ حسين كمال طبعا ساعدني فيه قوي يعني، لدرجه ان انا فاكره انه كان في اوقات هو اللي بيوقفني يحط لي المكياج بنفسه يلزقه لي يعني وكده، والمستهتره اللي مش هامها حاجه. وهي كانت العين اللي طيب. ميرفت امين كانسانه بقى بترفضي ايه في النماذج دي بصراحه؟ والله انا 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 احب قوي الشخصيه الرومانسيه المضحيه الصبورة ده أقرب إلى شخصيتك؟ يجوز، مش عارف.